مع إطلالة كل شهر رمضان يتساءل كثير من المرضى في إذا كانوا يستطيعون أنهم يصومون أو لا، وإذا كان صيام أيام شهر رمضان يزيد من مرضهم ومعاناتهم. أسئلة كثيرة ما تتردد اليوم، وفقرتنا راح نجاوب عليها أكيد مع الدكتور عبد المحسن الشمري، استشاري باطنية وغدد صماء وسكر. شو حياك الله دكتور. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة. دكتور، هذه الفترة جدا مهمة خاصة للي يحملون إلى مرض السكر أو الكوليسترول أو أي من الأمراض الأخرى اللي ممكن أن هي تعيقهم عن الصيام، لكن في البداية نحب نتكلم ونركز على مرض السكر. هل هناك أنواع معينة لمرض السكر؟ نعم طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مشكورين مرة ثانية على الاستضافة. في ثلاث أنواع أساسية حق مرض السكر، في المرض النوع الأول، وفي النوع الثاني، وفي سكر الحمل. في أنواع ثانية طبعا جينية وأنواع ثانوية بسبة أمراض معينة، بس خلينا نركز على الثلاثة هذيلي. النوع الأول هو اللي يصيب الأطفال واليافعين، وقد يصيب أكبر ناس بالسن طبعا، بس عادة أطفال اليافعين، هو هذا اللي يفشل البنكرياس تماما لإفراز أي أنسولين. وهالأشخاص هذيلي ما يعيشون بدون أنسولين، يعني لازم يأخذ أوبر مدى الحياة. هذا رقم واحد. النوع الثاني هو السكر اللي مشهور عندنا متداول، هو تقريبا 90% من حالات السكر. اوكي، هو النوع الثاني. البنكرياس موجود ويؤدي وظيفته، وموجود الانسولين ولكن ما يؤدي وظيفته بكفاءه. اوكي، فهذيل الاشخاص ممكن يعالجون عن طريق الاغراض الخافضه للسكر، الحبوب، او الحبوب مع الانسولين، او ينتهون انه يحتاجون فقط انسولين لان الحبوب ما تفيد معهم. اوكي، النوع الثالث هو سكر الحمل، اللي هو يشخص أثناء فترة الحمل، وعادة ما ينتهي بانتهاء الحمل، ولكن بعض النساء قد يكون يمسك معهم السكر عقب الولادة، فيكون ينتقل إلى نوع السكر الثاني. نعم، احنا بنتكلم أكثر عن سكر الحمل، لكن ذكرت نوعين في البداية. نعم. منو من هالنوعين اللي يقدر يصوم خلال شهر رمضان؟ طبعا شوفي، النوع الأول هو أكثر واحد صعب علاجه، زين، لأنه يحتاجون أربع أوبر عادة، يحتاجون تنظيم يعني دقيق شوي. خلينا نقول هذين الناس اللي عندهم وايد ريستريكشن بالصيام، يعني يكونون طبعا أي نوع سكر ممكن الصيام فيه، ولكن احنا ننصح اللي في حالات معينة ما ننصحها بالصيام. أول شيء نوع أول صغير بالسن، زين، طرق العلاج العالمية ما تنصح بالصيام، خاصة إذا كان توه متشخص مو متعود على، يعني على قولتنا، تغيير نمط الحياة ماله وكذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اللي عندهم تو حايشتهم حموضة الدم، نسميها الدي كي اي، الأسيتون بالبولت كرومين وبالدم يكون موجود. إذا خلال 3 أشهر اللي طافت حاشهم حموضة الدم، هذه المفروض ما يصومون. طبعا الناس اللي عندهم ارتفاعات باستمرار، يعني السكر اصلا فتح الباب اوريدي مو كنترول، يعني التجسسي مالهم يكون وايد عالي، المعدل التراكمي حق السكر، او ان عندهم غير الارتفاعات عندهم هبوطات باستمرار، فهذول هم يكونون خطر صيامهم. فهمتي علي؟ في ناس عندهم شو اسمه هبوط ما يحسون فيه، هذا نسميه هايبوغلايسيميك ان اويرنس، يعني ما يحسون بالهبوط اصلا، فهذا اصلا خطر الهبوط. ناس عندهم تكرير غيبوبات الهبوط هم ما ننصحهم بالصيام. اوكي، الناس اللي بعد عندهم مشاكل بالكلى، مشاكل بالقلب، يعني هم هذيلي ما ننصحهم بالصيام. كبار السن، كبار السن طبعا عندهم سكر، يعني يكونوا معرضين حق الهبوط، هم ما ننصحهم بالصيام. الحامل، اي مرأة حامل طرق العلاج العالمي لا تنصحها بالصيام حتى لو كان سكر حمل، ولكن ما يعتمد هذا الشيء على هي بأي شهر مثلا. حلو الكلام. طبعا الحامل يعتمد اي شهر بالصيام، بالنهاية ما حددوا أي شهر إنه ما تصوم، ولكن الحامل لها 3 أوقات بالحمل. أول شهر، أول 3 أشهر هو هذه وقت تكوين الجنين، صحيح، وهذا يكون خطر إنه ممكن نفقد الجنين أو يكون عيوب خلقية بالبيبي لا سمح الله، لذلك إحنا شوي نخاف بهالوقت. آخر 3 أشهر هم وقت خطر على البيبي، إنه ممكن نفقد البيبي بدون أي سبب. فهمت علي؟ وخاصة حق النوع الأول نتكلم، أو النوع الثاني. لذلك الحامل لما تدش الثامن نقوم نتابعها أسبوعيا حتى لو كان سكريها زين. فهمت علي؟ هذه الأوقات شوي وايد حرجين يكونون حق الصيام، ولكن السؤال إنه تكون الحامل على حبوب أو على أوبر، او على حميه او على اوبر. فاهم علي؟ شلون هذه على حميه وعلى اوبر؟ اي طبعا، في حامل عندها سكر مثل سكر حمل،
وعلى حميه سكريها زين، ايه فهذه ما تحتاج شيء، فاهم تمام علي؟ ايه او ان بعض النساء تكون سكر حمل، وبنهايه الحمل نعطيها مثلا جلوكوفاج، الحبوب المنظمه حق السكر، نعم زين؟ هم هذه ما تهبط سكر فما نخاف منها، زين؟ فممكن ان اذا كان السكر زين وعلى مسؤوليه طبعا صوم، لان فتره طويله فتره الصيام ممكن تاثر على البيبي. دائما انا اقول لهم ناقشوا طبيب النساء، انا من ناحيتي اذا كانت بس على حبوب ناقش طبيب النساء، ترى بس في احتماليه ان فتره طويله البيبي بدون غذاء، فممكن يتعرض، هي تعرض حق الجفاف، البيبي ممكن صحيح يكون يعني الاوتكم مال البيبي مو زين يعني. فحزتها نقول لها ناقشي بعد طبيب النساء. هذه سكر الحمل قاعد نتكلم. النوع الاول هذه ما تصوم يعني نهائي، انا اقول لها لا تكلميني لا تناقشيني فيه. ليش؟ لان اصلا هي بدون صيام يكون اصلا تضبيط السكر، يمكن يسمعون المشاهدات وايد عندي، يعني عندي عياده سكر حمل خاصه، وايد صعب تضبيطهم، زين؟ لان ارقام بالحمل نبيها وايد نازله، يعني صايمه 4 لـ 5، ما تعدي الخمسه، عقب الاكل ما تعدي 6.7، فاهم علي؟ فالارقام وايد نازله، فتكون هي معرضه حق الهبوطات والغيبوبات باحتمال وايد عالي. فانا لما اصومها اي مراه حامل لازم ارفع السكر الصبح اول ما تقع من النوم، صحيح وفتره طويله اتعمد اني انزل جرعاتي فتره طويله عشان شنو؟ لا تهبط ليمه قبل الفطور. وحزتها البيبي راح يكبر يمكن مع الوقت، فاهم صحيح علي؟ فما في جارنتي. في عندي يعني نساء حمل من نوع ثاني يصومون بس على مسؤوليه، تقول انا بصوم دكتور قول لي شو اسوي، انت مالك شغل انا بصوم. اقول لها اوكي، تبين تصومين على مسؤوليتك واكتب بالملف انك تبي تصوم على مسؤوليتها، اي زين؟ ولكن احدد لها الجرعات اني انزل واتعمد اني ارفع سكريها الصبح، مع ان المفروض ما يكون بهالرقم، لان حتى اقول لها انت مو صايمه يوم او يومين، تكلمين عن شهر، صح فالشهر هذا مدة ممكن طويلة يعني مده طويله، ممكن يزيد يتأثر وزن فيها الجنين البيبي، بعد ممكن صح يزيد الماي اللي داخل حوالين الجنين، وايد امور ممكن تصير مضاعفات. فالحمال عاده بشكل عام نقول لهم لا يصومون. بالنسبة لعملية تغذيتها خلال هذا الشهر شنو اللي تحرص عليه وشنو اللي تتجنبه؟ حلو الكلام. طبعا هو مشكلتنا احنا هم هالسنه فتره صيامنا وايد طويله، واصله تقريبا 14 15 ساعه، هذه شغله. الشغلة الثانية من النظام الغذائي، أنت شايف اللايف ستايل مالنا نحن وايد سيء، خاصة برمضان يعني جدا كله، يعني كله نشويات من أول ما نفتح صح الباب لنهايته، وهذا صحيح كله مو صحي. يعني المشكلة بوقت الصيام أن حامل ولا مو غير حامل لازم يكثرون كمية السوائل، والسوائل دائما نقول لهم يكثرون من الماء على القليل، يبون لترين ماء خلال فترة وجيزة مالت الصيام هذا بشكل الفطور، عام لمرضى بشكل السكري عام أيضا لمرضى السكر، اوكي؟ طبعا الحامل بشكل عام يحتاج نظام غذائي خاص فيها، طبعا صايمه او مو صايمه هم نحاول انه يكون عشان لا يزيد وزنها وايد، واذا زاد وزنها تزيد مناعه الانسولين، واذا زادت مناعه صحيح الانسولين زادت جرعاتها اكثر. نعم ففي نساء يوصلون وايد جرعات كبيره من الانسولين، يوصلون 100 قبل كل وجبه او 200 وحده انسولين، وايد كبيره يعني. anyway، فيكون نظام حق رمضان احنا نحدده باول شروطه، انه يمكن نبلش بشنو؟ يكون الفطور بكير سحور متاخر، هذه اول نقطه، اوكي؟ لان فتره الصيام وايد طويله، فلازم صحيح يكون الفتره هذه كذي. يقسم كميه الماي اللي تكون موجوده على تقريبا لترين، نبيها تكون موجوده على مدار الوقت الافطار. تقليل العصائر مثلا والكوكس مثلا، يعني المشروبات الغازيه والعصائر بشكل عام نقول لهم قللوها. ياخذون يكثرون من شو اسمه، يقدرون الماي زائد يقدرون على لبن او حليب ويكون قليل دسم. هذه من ناحيه المشروبات، اوكي؟ دائما نقول لهم مثلا يبدون افطارهم 3 تمرات مثلا، التمر فيه فيه الياف وهو يعتبر نوع من الفاكهه، نعم زين؟ هم يعطيهم باور طاقه، وبعدين يكون اللبن او الماي، وبعدين يبدون دائما غذائهم بشوربه، يكون شوفان او شيء ما فيه وايد كالوريز، انزين؟ وبعدين يكون ننصحهم انه يكون جزء واحد من الكربوهيدرات شكل واحد، يعني مثلا يبي تشريب تشريب، يبي عيش عيش، فتكون كميته محدده مقننه، نعم فاهم علي؟ يبي الهريس مثلا هريس، جريش جريش، انه مو عيش ما وهريز ينوع ما يكون ينوع، فهمتي علي؟ نعم هذه شغله. الشغله الثانيه الحلويات، الاسراف فيها انت شايفه ما شاء الله احنا يمكن نقعد على السفره في 7 انواع 8 حلو، ما صح يش ياكل واحد، اوكي؟ صح
فالحلويات الإسراف فيها مو غير منصوح فيه، رقم واحد. رقم اثنين، لا تكون الحلويات قبل الإفطار، يعني بلش بحلويات أو عقب الإفطار، فهذا يقلل عسر الهضم، يعني الهضم ما يكون ذاك الزود، يعني هل ياخذ مدة بعد الإفطار يعني؟ لا، يكون أثناء الوجبة، إنزين، لا ياخذ على طول عقب الإفطار، إنزين، وبعدين إذا يبي بالسناك يعني كوجبة خفيفة حزتها يقدر ياخذ قطعة الحلو مالته، نعم. إنزين، فيكون تقريبا إن بتوين، يا يعني قطعة فاكهة ننصح، أو حتى الحلويات دائما ما نشجع على القطايف والقيمات، لأن القيمة الواحدة ترى صغيرة فيها قفشتين سكر، يعني 10 جرام سكر، عرفتي؟ فاحنا ما شاء الله نقعد على صحن القيمات ونودي، يعني ما زي ندري ايش. الدكتور، ساعات الواحد يضطر يعني، خاصة بالغبقات واليمعات، الواحد يعني يشوف الحلو قدامه ويكون معزوم على مكان ما يقدر يردهم. طبعا هو مشكلتنا انه ما يقدر يردهم، واحد. رقم اثنين، هو يعتمد على نوع السكر، الحين قاعد اتكلم عن صح المصابين بالسكر، صح يعتمد على نوع السكر. في نوع سكر انه لحد الان السكر ماله زين، ممكن كان هاندلت، يعني ايه يقول يعني دكتور قاعد اكل براحه وسكري زين، اقول اوكي يعني دير بالك بس مو تبالك صحي صح واستبعد، بس بالنهايه هيز جود يعني. بس في انواع ثانيه من السكر، مثل النوع الاول او النوع الثاني، عنده مناعه انسولين وايد، يعني احنا مو بعيننا هالقيمات الثلاثه والاربعه اللي ياكلها، والقطعه الحلى هني ولا التشيز كيك هني ولا شيء، بالنهايه تلاقي السكر يوصل عشرينات، صح فهمت علي؟ فحزتها وايد نوع اول يحسبون النشويات، يعني يكون حساب النشويات حقه نقوله دائما حط صحنك، يختار هو كم راح ياكل، زين، مني يختار اكله يطق ابرته على اساس اكل اللي راح ياكله، ايه يعني يكون فيحسبها حاسب، ايه يسميه كربوهيدرات كاونتنج، هذا حساب النشويات حق النوع الاول. اللي مركب مضخه يحسب كذي، اللي يطق اوبر سريعه قبل لا ياكل غبقته ولا شيء يكون حاسب كميه النشويات مالته، فهمت علي؟ فبالنهايه هي تكون حسبه نشويات، جميل فحتى ننصح احنا يعني كميه النشويات تكون بالغبقه ولا شيء او السناك، نقول لهم فاكهه، اذا يبي حلو نقول له مثلا تبي مثلا الكريم كراميل او المحلبيه، تسويها بالش اسمه الحليب قليل الدسم مثلا، يعني صحيح، نحاول قدر بدائل يكون الامكان فيه نستغل كذي في تيبس معينه، يعني وايد زينه. مثلا اعطيش مثال، اقول انا باكل كبه، اقول اكل كبه مثلا، بس الكبه مثلا اشويها لا تقليها، ايه حطها بالفرن، رش عليها هذا السبراي اللي هو الاويل سبراي، صح ويكون نفس الشيء حق السمبوسه، فهمت علي؟ لان السمبوسه الواحده ككاربز فيها تقريبا 8 جرام سكر، ايه لان هي عجين، صحيح فهذه هم تكون داشه بحسبتك كنشويات. فهو مشكلتنا احنا بالسكر كل شيء نشويات، من تفتحي الباب بالفطور من تمرك لما تشريب ولا وريفر لما عصير لما هذا، فيكون كله نشويات، فهذه الحسبه لازم تكون دقيقه شوي. اي نعم دكتور، بالنسبه لممارسه الرياضه، هل هي تاثر على مرضى السكري بالايجاب ولا السلب خلال شهر رمضان؟ حلو، طبعا احنا ننصح بالرياضه دائما، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نتحكى احنا عن المصاب بالسكر نوع اول او نوع ثاني، رقم واحد. رقم اثنين، شنو علاجه؟ اللي ياخذ حبوب غير اللي ياخذ ابر. دائما تفرق طبعا هذه. تفرق، زين؟ اللي خلينا نتكلم ايجاز سريع عن اللي ياخذ ابر مثلا. من برنامجكم ندعو اي شخص عنده قاعد يتناول ابر او حبوب تهبط السكر ما يقدر يصوم بدون لا يناقش طبيبه، هذا رقم واحد. لان اذا كان سكري وايد زين يقعد الصبح خمسه وسته، هذا لما يطق نفس الجرعه اللي بالليل من الانسولين البطيء لما يوصل الفطار هابط هابط. فعاده ننزل احنا بالجرعه تقريبا 20% من نعم الانسولين البطيء، نعم هذا يناقش فيه طبيبه، لان حاله من حاله تفرق، لان قاعد نتكلم عن اللي سكريه زين. فانا اقول لهم ينزلون بالجرعه، المرضاي ينزل بالجرعه 20% ويراقب سكريه الظهر قبل الفطار. لقى سكريه زين اقول له خلاص تنزيلتك كافيه، لقى سكريه صوب النازل وهبط اقول له من تهبط ان شاء الله بعد 5 دقائق على الفطار تفطر. لان خلاص هذا هبوط، نو وين انك تكمل صيامك. صحيح. شغله ثانيه، اذا كان كمل الصيام بس السكر كان حد الحد صوب 4.5، احنا اقل من 4 هو الهبوط. فاربعه ونص خمسه حد الحد، هم ينزل بجرعته البطيئه ثاني يوم، فهمت علي؟ يعمل حساب بهالشغله. عشان كذا اقول له، اقول لهم يغيسون الظهر قبل الافطار. لا والله سكريه ظل عالي، اقول انظر يوم يومين، ليه ما الحين عالي زود بجرعتك مره ثانيه. فهذا عشان يكون بالامان، هذا حق الانسولين البطيء قاعد نتكلم. الناس اللي تاخذ انسولين مخلوط، انزين، المخلوط عاده ياخذ نفس الجرعه مع الفطور، بس بالسحور ينزل جرعته عشان لا يهبط، فهمت علي؟ وبعدين الناس اللي تاخذ انسولين سريع يكون بدال لا يكون ريوق غدا عشاء، راح يكون فطور سحور، صحيح، او فطور غبقه سحور، صحيح، فينتهي بثلاث وجبات يمكن او ثلاث ابر، فهمت علي؟ صح. اللي ياخذ حبوب غير،
اللي ياخذ حبوب، في حبوب ما تهبط السكر زين، وثلاث اشكال ثري كلاسز يعني من الادويه اللي عندنا ما تهبط السكر، بس في كلاس واحد اللي هو في كذا نوع. طبعا قاعد اتكلم عن كلاس يعني في ثلاث انواع او اربعه من كل دواء، فاهم نعم. علي؟ نعم. فهو ياخذ هالدواء هذا، ممكن هذا يهبط السكر اذا كان سكريه زين. اي دواء يفرز انسولين ويهبط السكر، اذا كان السكر، وانا قاعد اقول اذا كان السكر وايد زين قبل الصيام، ينزل عاده بجرعته. انا اقول لهم انزل 50% بدايه، ياخذ حبتين مثلا، ياخذ حبه يصير. نعم. ونشوفه والله ما في هبوط، امورك زينه زينه، في ارتفاعات، ارد مره ثانيه ازود له نص حبه، ازود له حبه مره ثانيه كذي يعني. فهمتي علي؟ اللي يكون على اي ادويه ما تهبط السكر يكمل ادويته نفسها. ممتاز. ولكن في ادويه تحتاج بريكوشس معين، في ادويه مثلا هي نفسها كدواء يشتغل يطلع تكرمين السكر مع البول، نعم. هذه اللي عاده ينزلون الضغط، فممكن يصير هايبوتنشن يعني هبوط بالضغط وقت الصيام. عشان كذا اقول لهم انا كثروا من السوائل وقت الافطار، اوكي؟ ويديرون بالهم اذا تعرضوا حق هبوط وضغط احتمال يكون بسبب بعض الادويه موجوده هم بالسوق، هم هذه يناقشون فيها طبيبهم. ممتاز. يعني اهم شيء هي استشاره الدكتور قبل شهر رمضان، وايضا خلاله اذا حدثت اي تغييرات. دكتور احنا مستمرين معكم في حديثنا، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين في حديثنا الطبي اللي ممكن يفيد أصحاب مرضى السكر وضغط الدم والكوليسترول خلال شهر رمضان. دكتور تكلمنا بشكل يعني مفصل عن مرضى السكري، لكن هناك أيضا أصحاب ضغط الدم ممكن يعانون خلال شهر رمضان، شنو تنصحهم فيه خلال هذا الشهر؟ هل يقدرون يصومون ولا لا؟ طبعا بالنسبة حق مرضى الضغط عادي انه يصوم، ما في أي مشكلة. معظم أدوية الضغط ياخذونها 24 ساعة تشتغل يعني، أوكي؟ فياخذ دواء مع الفطور، ما في أي مشكلة، ياخذ هو شكل شكلين ثلاثة أدوية، هذا مو فارق وايد، أوكي؟ ولكن أهم شيء يدير باله، احنا ننصح اللي عندهم مصابين بالضغط أنه لا يكثر بالإسراف من الشغلات المالحة، زين؟ فالكمية الموالح اللي تكون احنا نسميه سولت تيبل يعني شو اسمه الملح الموجود على طال الطعام لا يكثر منه. هذا واحد. شغله ثانيه، قد يكون اذا كان ضغطه وايد زين وحاشه نفس الجفاف ممكن يهبط الضغط. زين، فممكن يحتاج جرعه تعديل بجرعات ادويه الضغط. نعم. وقت الحمال، سوري، وقت الحمال دائما الحمال وقت المهم الصيام. وقت الصيام. زين، فهذه شغله ثانيه. نعم. شغله ثالثه وهذه مهمه، معظم الادويه مالت الضغط يكون فيها دايوريتكس يعني مدرات تكرمين البول، وهذا ممكن يؤدي الى الجفاف. فهم نرجع نقول ان كميه سوائل مهمه، مراقبه الضغط وقت الصيام مهمه، زين، وتعديل الجرعات اذا كان يحتاج الشخص وقت الصيام هم مهم، زين. نعم. هذه من ناحيه شو اسمه الضغط، فالضغط ما عندنا اي مشكله انهم ياخذونه او يصومون معاه، زين، ياخذون ادويتهم بانتظام. ولكن اذا كان الضغط مو منتظم يراجعون طبيبهم قبل لتعديل أدوية الضغط. احنا قبل الفاصل ما تكلمنا، سألتيني عن شو اسمه الرياضة. الرياضة صحيح. زين، وحق مرضى السكر، واحنا جاوبنا بشكل عام بس ما تكلمنا نعم. عن الرياضة. بالنسبة حق الرياضة، احنا بالعكس نشجع الرياضة أي وقت تكون. هذا شوي التركي شوي يكون. لأن نشوف معظمنا احنا بالكويت وتلاقين قبل الفطار المول فل صار. كلهم صحيح. ما شاء الله شو اسمه عدائين يصيرون، صحيح. الكل يمشي. زين، الناس اللي تاخذ انسولين او ياخذ ادويه ممكن تهبط السكر، معظم الاحيان، ليش قاعد اقول احنا نراقب السكر الظهر قبل الافطار؟ نعم. معظم الاحيان اذا يمارس رياضه بهالحزه يدير باله، لان احتمال يهبط السكر عنده. وشنو السبب اللي يخليه؟ لانه قاعد ياخذ انسولين شغال 24 ساعه. اي الانسولين البطيء يشتغل 24 ساعه. نعم. الحبوب اللي تهبط السكر شغال 24 ساعه. الانسولين السريع يقعد 4 ساعات 5، فلما ياخذه مع السحور مثلا ساعه 2 ساعه 6 الصبح خلص، ما في تاثير حقه. فهمت علي؟ ولكن الانسولين السريع، عفوا البطيء، يقعد 24 ساعه. عشان كذا احنا ننزل من جرعته. وهم نقول حق المصاب بالسكر دير بالك لا يمارس رياضه فيها الحزه، زين، خاصة اللي هي حزة الظهر. حزة الظهر لأنه ممكن يتعرض حق الهبوط، فاهمة علي؟ هذه الشغلة. احنا المول يعني زين، المولات مو برا ويكون جفاف وكذا، وايد منهم يلعبون كرة. صح. زين، هذا هم يؤدي إلى الجفاف. هم شغلة ثانية، فاهمة علي؟ لذلك كرياضة احنا ننصح فيها. إذا كان الشخص ياخذ حبوب ما تهبط السكر يمارس أي رياضة، احنا ما عندنا أي مشكلة. ولكن قاعد ياخذ أنسولين ممكن يهبطه، أو
شو اسمه حبوب ثانيه ممكن تنزل السكر، يدير باله انه ممكن يهبط. ولكن يقول يا دكتور انا كل مره عادي، ترى انا امشي وما عندي مشكله. اقول له ما عندي اي مشكله، اذا تمشي وما عندك اي مشكله بس تحتاج تعديل جرعاتك مع مناقشه طبيبك، ولكن هم راغب سكريك. لان اصلا بالاوقات العاديه بدون صيام صحيح. اي شخص قاعد يمارس رياضه وعنده سكر، انا اقول له قيس سكريك قبل الرياضه، واذا كان زين كل نص ساعه مشي تحتاج 15 جرام سكر مثل عصير صغير. فاهم علي؟ فاحنا الحين ما نقدر نشرب شيء، اذا حاشني هبوط ما اقدر اشرب، راح افطر. صح. فماني مجبور على الرياضه هالحزه، بالعكس انا اشجعها مثلا بعد الفطور. بعد الفطور يكون وجبتنا ثقيله. صح. زين؟ هني الرياضه والمشي والكذا وايد يفيدني، فاهم علي؟ فمن ناحية أخرى هم نفسه عقب الرياضة، وايد الشباب عقب الفطور هم يروحون الجيمات وكذا، اللي عنده سكر نفس الفكرة فيها، لأن إذا سكري كان وايد زين وماخذ أنسولين احتمال تهبط مع أي رياضة تمارسها. طبعا صحيح. للعلم وهذه بس كمعلومة حق المشاهدين، ترى في أنواع حق الرياضات، في رياضات تهبط السكر وفي رياضات ترفع السكر. زين، الرياضات ترفع السكر، مثلا اعطيك مثال كرة القدم. كرة القدم لما يركض الشخص ويوقف ويركض ويوقف راح يضخ سكر من عضلاته ويرتفع السكر بالدم، نعم. فهذا ممكن انه اصلا يرتفع السكر زيادة وليس انه يهبط. فاهم علي؟ وشغلة ثانية، ممكن الرياضة تؤدي الى هبوط السكر. زين، الرياضات مثل المشي والأروبكس وهذيلي ممكن يؤدي الى هبوط السكر، مو نفس الحزة باي ذا واي، يمكن عقب ست كنت ساعات تأثيرها بعدين. 8 ساعات يهبط. ليش؟ لان تلاقي الانسولين مطقوق بالريل مثلا. زين، وهذه العضله اشتغلت وزاد ضخ الدم حق العضله، وعلى ما يشتغل صار يشتغل الانسولين شوي زياده، فعقب فتره تالي يهبط. فهني احنا كل شخص يعرف هو نظامه. زين، وايد حالات مثلا لما يروح الجيم بالليل نقول له دير بالك لا تهبط الفير، فمثلا ياخذ له قلاص حليب او شيء عشان لا يهبط الفير، عشان يمنع حدوث الهبوط. فهل نقدر نقول ان هناك انواع رياضات المفروض انه يتجنبها او انه ما يكثر منها علشان لا يصل الى مرحلة اكيد ويرتفع فيها او يهبط فيها السكر؟ اكيد. وهذه نقطة ثانية بعد، احنا ما تحكينا دائما عن هبوط السكر بس ما صح. يبنى سيرة ارتفاع السكر وقت الصيام. نعم. اوكي، وقت الصيام يكون الشخص خاصة اللي مصاب بالنوع الاول من السكر، احنا نقول له فوق 16، وكان السكر فوق 16 واذا حس بالجفاف ولا اسيتون نقول له على طول افطر، تكثر سوائل، يطق جرعات انسولين تصحيحيه ويفطر، ياخذ سوائل تصحيحي ويفطر. جرعات انسولين تصحيحيه يعني يطق انسولين زياده على اساس ينزل السكر، وتشيك الاسيتون لانه ممكن يكون معرض بسبه الجفاف وارتفاع السكر يكون معرض حق الحموضه، والصيام يدخله بحموضه الدم. فاهم نعم. علي؟ نعم. فهني هذا خطر. فدائما نقول احنا اللي مصابين، عندي وايد النوع الاول يقول دكتور تشيك الاسيتون، عندي ما في اسيتون وانا بكمل صيامي وما احس ان عندي جفاف ولا شيء، انا احط لهم تيبل يعني جرعات معينه، يطق انسولين تصحيحي، يطق نعم. الانسولين هو صايم. نعم. اوكي، عشان شنو؟ يهبط عند السكر ينزل، شوي، مو يهبط، ينزل ينزل شوي المعدلات منه. الطبيعيه عشان يقدر يكمل صيامه بدون هبوط ويراقب سكريه. نعم. في سؤال دائما يسأل المرضى، يقول دكتور انا سكري الحين 4.5، اهبط افطر كذي يعني؟ يقول الحين اول يوم، انا اقول له 4.5 لين الحين مو هبوط، انطر شوي ممكن انه يرتفع بروحه. اي الجواب ممكن يرتفع بروحه، فيقعد اقول لا تبذل مجهود ولا شيء، اقعد راقب سكريك بعد نص ساعه ساعه، شوف الامور وين صايره. اذا لا لقيته قاعد يهبط بلش بعرض الهبوط، بعد لا حول ولا قوه تفطر. فهمت نعم. علي؟ نعم. اما لا والله ممكن يكون سكر 5 الظهر، ولا قبل الفطور ممكن يكون 7 او شيء كذي، لان تاثير الانسولين البطيء راح يكون اقل، صحيح. مجهود معين، ستريس معين ممكن يرفع السكر وليس ينزله. نعم. فهذه هم نقطه مهمه المشاهدين ممكن يستفيدون منها. نعم، والمفروض انه ينتبهوا لها. اهم شيء عمليه المراقبه علشان يقدر يضبط موضوع نزول السكر ولا ارتفاعه في خلال هذا الشهر جدا مهمه. نرجع دكتور الى اصحاب ضغط الدم. نعم. هناك عادات خاطئه دائما اتوقع يمارسونها خلال الشهر الفضيل، شنو هي هذه العادات وشون يتجنبونها؟ نفس ما قلنا، المصابين بالضغط ضروري حقهم ان يوخرون عن الملح، هذا نعم. واحد. يمارس رياضه، يقدر يمارس رياضه. وايد يقول انا ما امارس رياضه يرتفع ضغطي، الكلام مو صحيح، لان احنا ننصح المصاب بش اسمه بضغط الدم يمارس رياضه، المشي ما عندنا اي مشكله، نعم. ياخذ دواء، وهذه نقطه مهمه، لان بعض الادويه يقول انا اخذها مرتين باليوم، ما يمدي مثلا قبل كنت اخذها الظهر وبالليل، الحين ما يمدي اخذ بس الفطور واطنش بالسحور، اقول له لا هذا هم خطا. فهمت صح. علي؟ صح. فبكر بدواك مال الافطار، والدواء الثاني تقدر تاخذه مع السحور. ايه. هذه هم نقطه ثانيه، لا يتوقف دواء الضغط،
قلل الملح وكثروا السوائل. نعم زين، هذه النقاط وايد مهمه حق المصابين بالضغط، وما عندي مشكله حقهم انهم يصومون، ولكن اذا كان الضغط مو مستم يعني مو كنترول يعني مو طبيعي، يديرون بالهم. وهم اذا لقى، هذه هم نقطه مهمه، اذا لقى الضغط وايد عالي يروح يفطر وياخذ دواء، لانه يعرف ان الامور مو طيبه. ولكن نعم معظم ادويه الضغط باي ذا واي الحين كلها تشتغل 24 ساعه، نعم فما يكون عندنا كومبلين يعني يشتكون والله الضغط ارتفع وانا صايم ولا شيء، لا عاده لا، لان يكون الاكل داون وكل شيء داون، فعاده حتى الضغط ينزل، نعم لان ما في سوائل، ما في شيء، ما في ستريس، الكل مرتاح، كل نايم، كله. فالكل ياخذ، نقول لهم بس اخذوا ادويتكم، تحاشوا الملح، كثرة سوائل عشان تحاشوا الجفاف. نعم زين، بس هذه بشكل عام، ما في حق الضغط عادة أموره وايد أسهل من السكر. نعم زين دكتور، لو ننتقل إلى أصحاب مثلا الكوليسترول، هل يقدرون يصومون خلال هذا الشهر؟ طبعا الكوليسترول، أي نوع من الكوليسترول، هذا واحد. زين، هناك أنواع يعني. اي طبعا، في الكوليسترول، في الدهون الضارة، زين، اللي هو ال LDL باد كوليسترول، في الدهون الثلاثية. زين، احنا الدهون الضاره هذه ما تفرق معانا بالصيام، يعني هو اصلا اذا كان عنده كوليسترول عالي راح ياخذ دواء الخاص اللي يشتغل، ويشتغل صيقه 24 ساعه، ودواء ما يتوقف برمضان، وياخذه قبل النوم مره باليوم، على عاده ما تكون عندنا مشكله. نعم مشكلتنا بالدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه طبعا في ليفلز معينه، في ارقام تكون خطره. زين، وانا عندي يعني وايد مرضى من الارقام الخطره من الدهون الثلاثيه، نعم لان الدهون الثلاثيه اذا زادت فوق العشرة او 12، هذا يكون الشخص معرض حق التهاب بنكرياس، وهذا التهاب بنكرياس وايد سيء، وقد يكون نعم لا سمح الله قاتل، يعني نعم عنايه مركزه والتهاب سيء. هذيل الناس الدهون الثلاثيه وايد عالي يكونوا معرضين حق هالشغله. عاده هذيل يكونون على ادويه معينه، زين، حق الدهون الثلاثيه. ولكن مشكلتنا مع الدهون الثلاثية شنو؟ مشكلتنا مع الدهون الثلاثية ان الدواء مو سحر، مو ماجيك حقهم. ايه الحمية هي اهم شيء بالدهون الثلاثية، وانا لازم كل ما يحافظون على اكلهم. ايوه، وشنو اللي يرفع الدهون الثلاثية؟ ترى الدهون الضارة اللي تسوي تصلب بالشرايين، وهذه ما ترتفع مع الاكل عادة، نعم لان هذا الكبد يفرزها، فما له شغل عادة مع الاكل. يعني امس كان عندي حالة 13 سنة، الدهون الضارة مالته 9 والطبيعي أقل من 3، هو مولود كذي جينيا، فاهم اي نعم علي؟ هذا ما له شغل، هو جينيا مولود كذي ضعيف، 13 سنة، كوليسترول وايد عالي، اي 13 كوليسترول ماله. اي ولكن شو اسمه، الدهون الثلاثية هي اللي تتأثر بالأكل، فاهم علي؟ وهذه نقطة وايد مهمة. ليش؟ لأن الدهون الثلاثية شنو يرفع الدهون الثلاثية؟ سكريات بسيطة، عصاير ترفع الدهون الثلاثية، حلويات ترفع الدهون الثلاثية، مقالي ترفع الدهون الثلاثية، الستيك، اللحم، ما لحم، يلد الدياي، أي شيء اللي إحنا كله راح ناكله برمضان ايه هو اللي راح يرفع الدهون الثلاثية. لذلك إحنا نقول، أقول حق المصاب من دهون ثلاثية، ديروا بالكم، لأن أرقامهم اللي تكون خطرة، لأن في ناس توصل معدلاتهم ل50 و60 اوف ويدشون، هي طبعا يعني في حالات وايد جينيا هم مولودين كذي باي ذا ايه واي، فهذيلي بدون أكل دواء بروحه ما يكون حقهم سحر. فحزتها اقول ادير بالك، لان برمضان عندنا وايد دراسات انه راح قاعد يزيد الوزن برمضان، للعلم الدهون قاعد تزيد برمضان، للعلم، مع ان احنا صايمين بس قاعد نرفع الدهون ونرفع الوزن صح، زيد، لان حزت الفطور هذه ايوه مصيبة. الهابت وايد سيء. ايه زين، فبالنهايه قاعد ننتهي ان شنو؟ قاعد ننتهي ان الدهون الثلاثيه قاعد تزيد. لذلك ان اقول لهم انا ديروا بالكم، لان السكريات البسيطه، نعم العصائر ترفع، الكاكاو يرفع، الحلو يرفع، المقالي ترفع، كل شيء راح يرفع عندهم ثلاثية. فلازم يكون هو على حمية غذائية طول الوقت. طبعا، لان للعلم اللي يكون بوردر لاين عندهم ثلاثية بسيطة، ترى من اكلة دسمة ممكن يدش مشكلة، اكلة واحدة دسمة. نعم فعشان كذي احنا نقول لهم ديروا بالكم، لا تكون دهون ثلاثيه بالاكل، واحنا كل اكل نفس ما قلت لكم، عشان كذي نتحاشى الشغلات اللي فيها الدهون المشبعه. الدهون المشبعه هذه المقالي، وهذه تكون اقل من 7% من نعم كميه اكلنا. نعم زين، حق المصابين هذيلي بالكوليسترول اللي هو التابع حق الدهون الثلاثيه. نعم دكتور، استمتعت بالحديث معك، نصائح جدا جميلة لأصحاب مرضى السكر والكوليسترول وضغط الدم علشان شلون يكملون هذا الشهر إذا كانوا يقدرون يصومون ولا ما يقدرون يصومون. نصيحة طبية أخيرة توجهها لمشاهدينا. أول شيء كل عام وهم بخير، وأنت بخير يا رب. رقم واحد. رقم اثنين، زوروا طبيبكم قبل الشروع بالصيام، أهم شيء. زين، حق مريض السكر مينلي، وحق مريض الضغط، أوكي، ولكن مريض السكر أكثر،
خاصة أن علاج السكر مع الصيام وايد تركي وايد حذر، عشان نتحاشى الهبوط ونتحاشى الارتفاعات ونتحاشى المضاعفات. احنا عندنا فرض، والله يتقبل من الجميع، ولكن نبي نوصل بأمان، ويعني رب العالمين عاذرنا إذا احنا ما نقدر وكان الصيام صحيح عندنا مشقة، هو عاذرنا. صحيح زين، رب العالمين عاذرنا، ولذلك احنا دائما نقول خلوكم بالأمان. زين، استشيروا طبيبكم، هذه أهم نصيحة عندي، وراقبوا سكريكم وراقبوا الدايت مالكم وقت الصيام، وكثروا سوائل وافطار بكير وسحور متأخر. نعم، شكرا لك الدكتور عبد المحسن الشمري، استشاري باطنية وغدد صماء وسكر، على تواجدك معنا اليوم. مشكورين على الاستضافة، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. مشاهدينا، احنا مستمرين معكم وحديث تراثي جميل من بعد هذا الفاصل.